المغرب ولا معروف بالنيازك، معروف بالنيازك. مؤخرا طاح النيازك في الرشيديه وبقاو الناس كيمشيو ما كيعرفوش علاش يقلبوا، وكاين تضارب في المداخلات والناس ما كيعرفوش وكيهضروا. اذا هاد النيازك عطينا درنا مقالات باش نوريوهم اشنا هو النوع ديال هاد النيزك اللي طاح في الرشيديه، ولا لقى شي حد اذا كان مهم تنكتبوا عليه. فهاد النيزك ديال اللي تلقى في الرشيديه مهم جدا علميا بحاله. تلقى في 1976 في ميشيسون في استراليا، فاش داروا التحاليل لقينا بانه هو غني بمكونات عضويه، غني بالماتيار اورغانيك بلوتو لي اسيد اميني. هاد لي اسيد اميني وسورتو واحد النوع، لقينا 36 نوع ديال الاسيد اميني في هاد الصخور هادي. فهاد لي اسيد اميني مهمه، هي اللي كتعطينا التركيبه ديال لادين وديال لاغين باش تكون الخلايا. اذا هو اللي كيجيبوا الحياه. دونك الناس كاينين صحاب اللي كيديروا البيولوجي، كاين انواع، كاين اللي كيديروا البيولوجي العاديه بحال عندنا في كليه العلوم في اكادير، كيخدموا كيديروا البيولوجي عاديه. كاينين الناس كيديروا ليكزوبيولوجي والاستروبيولوجي، هي البيولوجيا خارج الارض. فالحاجه الوحيده اللي غيخدموا عليها هما هذا النوع ديال النيازك. اذا هذا النيازك غادي يكون مطلوب جدا من المختبرات العلميه ديال ليكزوبيولوجي اللي كيحاولوا يشوفوا من جاء اصل الحياه. فيهم واحد المواد مهمه جدا في هذا النيازك، قديمه جدا. كتعرفوا بان الشمس عندها 4 مليار و600 مليون عام. هاد الجزيئات اللي كنلقاو في هاد النيازك ديال السي ام 2 هي عندها العمر ديالها 7 مليار عام قبل ما تصوب الشمس. اذا كانوا في واحد شمس اخرى وانفجرت وعطاونا واحد سوبر نوفا تخلطات مع المكونات اللي غيصوبوا الشمس ديالنا وعاد عطاونا الشمس. اذا الانسان اللي باغي يعرف تاريخ ديال تكوين المجموعه الشمسيه وداك الشيء مهمين جدا، لان هذه كانوا مكونات قبل ما تكون الشمس. اذا غنعرفوا التاريخ كامل من قبل الشمس ومن بعد الشمس. اذا هذا مهم جدا، هذا النيزك اللي طاح في نواحي ديال الرشيديه. وكنتمنى بان صيفطنا الطلبه ديالنا، عندنا بحسن الحظ عندنا واحد عضو في الجمعيه ديال المتحف الجامعي النيزك ساكن في تنغير، دونك راه دوزت تما 3 ايام ولا 4 ايام وصيفنا طالب في الدكتوراه. ان شاء الله غادي يجينا هذا النيزك وغنديروا فيه بحوث ونديروا فيه مقالات علميه باش نوروا المغاربه. القيمة المادية ما مهماش بزاف، حنا كباحثين في علم النيازك وكجمعية مهتمة بالبحث العلمي في علم النيازك، فالقيمة المادية ما مهماش بزاف، هي مهمة لدوك الناس مساكن اللي تيقلبوا وداك الشيء الله يحسن العوان تيبغوا يدخلوا. هو في الحقيقة شفت فيديوهات بزاف، شفت فيديوهات في التلفازة وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي كيدوا على الثمن، فهو ما عندوش ذاك الثمن اللي كي بحال تيسينت وبحال قمري ولا بحال هذا، ولكن هو مهم من الناحيه الماديه مهم. ف ما نقدرش نعطيك الثمن بالضبط بشحال، هو مهم جدا في الناحيه العلميه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.